يبقى فيه ان هو يبقى رقم واحد وقناة حاجة تفرح. يعني امبارح الواحد قاعد بيتفرج، كابتن ايمن شوقي، كل نجوم الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، مباراة اكثر من رائعة. وزي ما اتكلمنا قبل المباراة، اهم من النتيجة هو الاداء، ان كل الجهاز الفني يطمن على حالة اللاعبين، التغييرات، الامور، كل اللعيب النهاردة ادت قد ايه، كل الحاجات دي طبعا اكيد هنحاول نعرفها من كابتننا الكبير كابتن سامي مصطفى مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي برحب بيك طبعا، وتحياتي للكابتن ايمن شوقي، وتحيات كابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى، كابتن هاني العجيزي، وكابتن علاء منه. طبعا تحياتي طبعا للكباتن كلهم، كابتن ايمن وبارك له طبعا، تحياتي طبعا كابتن علاء وكابتن يوسف وكابتن عادل وكابتن هاني، هم فين دايما ان شاء الله. حاجه مشرفه جدا الواحد يتفرج امبارح ويستمتع جدا بقناه النادي الاهلي والتطور اللي فيها، ودي حاجه مش غريبه على النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. اللي بتكلم على المباراه بقى يا كابتن سامي، يعني كلمنا طبعا على المباراه كلها دروس مستفاده. احنا طبعا عارفين ان المباراه الوديه النتيجه ما بتهمش الجهاز الفني على قد ما بيطمن على الحاله بتاعت اللعيبه، الجرعات التكتيكيه، الجمل التكتيكيه اللي بتتنفس في التدريب اتطبقت النهارده ولا لا، ولينا الاستفادات النهارده كانت ايه بالنسبه للمباراه دي. وطبعا زي ما انت قلت المباراه دي مهمه جدا، ان الاستعداد كويس للدوري بتشتغل فيها على كذا اتجاه، يعني سواء من الناحيه البدنيه او الناحيه الفنيه او تجهيز لعيبه اللي كانت بعيده مثلا زي رمضان صبحي والكلام دوت. يعني يمكن النهارده احنا لعبنا 60 دقيقه اكتر من الماتش اللي فات، وعشان برضو تقدر توصل تدريجيا ل 90 دقيقه. الحمد لله اداء كويس، نتيجه كويسه الحمد لله في كل الخطوط. الحمد لله الراجل اطمن على الفرقه، سواء حتى من ناحيه التهديفيه برضو، حتى بالنسبه للاخطاء اللي حصلت حتى النهارده طبعا دي برضو حاجات تقدر تستغلها برضو اللي ما تتكررش في النشاط اللي بعد كده. لكن الحمد لله تجربه مهمه جدا، واعتقد ان النتائج كبيره جدا يعني، والمكاسب كبيره جدا من الماتش النهارده. قبل بقى ما استفيد معاك المباراه، والله عايز اطمن على ابراهيم، احنا يمكن عرفنا ان هو سبرين انكل كده ويتعمل اشعه كمان بعد المباراه وخلاص بعد ما المباراه انتهت، لكن طمنا عليه كده الامور ماشيه ازاي؟ سليمه يعني الحمد لله، ولا الامور ماشيه ازاي كابتن؟ انا ما اعرفش، زي ما انت قلت احنا طمنا من الدكتور خالد يعني لسه هو هيعمل اشعه يعني، وان شاء الله اتمنى تكون بسيطه ان شاء الله. ياسر من العناصر مهمه جدا في الفرقه، ويمكن وصل فورمه كويسه جدا، والنهارده الحمد لله برضو بيأدي كويس ويسجل هدف كويس، فاتمنى ان شاء الله اللي هو يرجع ان شاء الله اسرع باذن الله. المقارنه مطلوبه مباراه سموحه ومباراه الجونه، انا عارف طبعا ان في استفادات فنيه في المباراه الاولى والثانيه، لكن مباراه اليوم بالتحديد كان فيها قوه، كان فيها خشونه، كان فيها امور كتير جدا، اكيد بتجهز اللعيبه الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه خلاص بقى احنا عندنا هنخش في مباراه الدوري وبعد كده مباراه افريقيا يتحضر ليها. المباراه النهارده نقدر نقول بدنيا فادت اللعيبه بشكل كبير يا كابتن سامي. وبص، هو الراجل بيبص لكل المباريات الوديه حتى التقسيمات اللي هو كان بيعملها. يمكن احنا بدانا المباراه الوديه بيننا وبين بعض يعني، تقسيمه بيننا وبين بعض يعني، كانت برده كانت قويه جدا. يمكن نادي يمكن القناه برده كانت مسجلاها وشافت قد ايه كان فيها منافسه كبيره بين اللعيبه يعني. فاحنا بالنسبه لنا اللي احنا بنفكر او الراجل بيفكر في فينا احنا يعني، احنا اللي بنقيم المباراه كويس بدنيا، احنا اللي بنستغلها، احنا لازم تبقى انت طبعا صاحب الكلمه فيها سواء بدنيا او فنيا وخططيا يعني. لكن يمكن اللي ساعدنا برده ان الجونه لعبت بكذا تشكيل وكذا لعيبه فادتنا طبعا من الناحيه البدنيه، لكن اعتقد ان هي بروفه كويسه جدا لينا يعني، وان شاء الله ان شاء الله نستفاد بيها ان شاء الله في مباراه الدوري. الاهداف بالنسبه لعدد من اللعيبه ده بيطمن الجهاز، لان اللعيب طبعا لما بيحرز هدف واثنين وثلاثه وعلى سبيل المثال كهربا بتدخله في فورمه المباراه، بتخلي الحافز وبتخلي فيه جديه. بتتفق معايا في الكلام ده ولا يا كابتن؟ طبعا دي مهمه جدا، وممكن هي ديت ان الراجل دايما بيتكلم في النقطه ديت، ان حتى بيطلب من الناس المدافعين ان هم يبقى لهم فرصه كبيره في التسجيل سواء في الكره الثابته، يمكن ده حصل فعلا، بيطلب من الديفندرات اللي هم يصوبوا ويوصلوا لمنطقه الجزاء بكثافه، برده نفس القصه بيديهم اريحيه في كده. يمكن برده لاحظنا السوليه قبل الماتش اللي فات الحمد لله برده عمل تصويبه كويسه جت منها الجون، ديانج بيوصل ل 18 كتير، وليد سليمان نفس القصه، قفشه النهارده، كهربا الماتش اللي فات احرز هدفين، بادجي الحمد لله بيرجع برده النهارده التسجيل، مروان الماتش اللي فات نفس القصه. اعتقد دي من الحاجات برضو اللي الراجل مركز عليها، اللي يبقى عندك حلول مختلفه سواء من الكره الثابته، سواء من الهفاظ، سواء من الفراوده، سواء من المدافعين. والحمد لله يمكن برضو النهارده كان اللعيبه استوعبت كده الحمد لله وطبقته. نقطه مهمه جدا ويمكن اكيد انتوا بتشتغلوا عليها بشكل كبير جدا يا كابتن سامي، وهو تحفيز اللاعبين، لان الدوري لسه ما انتهاش، وده اللي انتوا بتتكلموا عليه. احنا عندنا عدد نقاط كبير، لكن انتوا بتتكلموا بشكل مستمر مع اللعيبه ان لسه عندنا مباراه ولسه الدوري ما انتهاش، لان اللي يفكر في كده يبقى الامور هتبقى صعبه جدا الفتره اللي جايه. لا انت عارف حتى بالنسبه لنا يعني، وتفكير الراجل يعني، ان كل ماتش اهم ماتش بالنسبه له. لكن احنا بالنسبه لنا زي ما انت قلت عندنا اريحيه في عدد النقاط، لكن لسه الدوري ما انتهاش يعني. لكن احنا بناخد كل مباراه لوحدها. الراجل اللي بيستغل الحاجات ديت برضو عشان بطوله افريقيا مهمه جدا، اعداد كويس جدا، لازم ان انت توصل بدري يعني الفرق المنافسه ليك يعني. اعتقد ان ده تفكير اللعيبه، وده اللي وصل للعيبه. يمكن انت شفت من بدايه المباراه الوديه واللعيبه التركيز 100% يعني، حتى الناس التغييرات اللي بتنزل نفس القصه يعني، عندها تصميم، كل واحد عاوز ينافس، كل واحد عاوز يشارك اللي هو يكون موجود في تيم النادي الاهلي. فاعتقد الحمد لله ان الراجل بيتكلم في الموضوع ده كتير، واللعيبه الحمد لله مستوعبها يعني. اخيرا كابتن سامي، المباراه الافريقيه ومباراه الوديه
المباريات بالتحديد 180 دقيقه احسن من 90 دقيقه. يمكن اكيد احنا عارفين في شوط اول سواء في المغرب او في اي مباراه وبترجع تاني هنا في مصر ده بتبقى ليها حسابات تانية، لكن 90 دقيقه دي ممكن تصعب الامور شويه. يعني شايف القرار ازاي وشايف القرار ده فيه اريحيه شويه ليكوا كجهاز فني ان المباراه عاده ذهاب وعوده؟ طبعا بالنسبه لنا طبعا كان فيها اريحيه طبعا، يمكن الراجل اتكلم في النقطه دي واتكلم مع اللعيبه. احنا عندنا شوطين، شوط الاول في المغرب والشوط الثاني هنا ان شاء الله في مصر، ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه. وزي ما انت قلت 90 دقيقه بتبقى طبعا بتبقى تحت ضغط كبير، مهم جدا ان انت تخلص بدري عشان ما تخشش في ضربه جزاء، ما تخش في حاجه تاني، ما تطولش الماتش. لكن اعتقد الحمد لله ان المباراتين ديت ان شاء الله والافضليه اكتر اللي برده المباراه العوده عندنا. اتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق ان شاء الله طموح جمهور النادي الاهلي وطموحنا وطموح الجهاز، وان احنا ان شاء الله نحقق البطوله ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن الكبير كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. زي ما اكدنا وقلنا يا كابتن ايمن، مباراه اكثر من رائعه بالنسبه لفريق النادي الاهلي وللجهاز الفني. الكل استفاد النهارده، هي الحاجه الوحيده طبعا اللي كنا بنقول قبل الهوا ان شاء الله ما يبقاش في اي اصابات، لكن ياسر ابراهيم بناكد يعني ان شاء الله ما تبقاش الاصابه قويه، لكن طبيب النادي الاهلي اكد ان هي سبرين انكل، حطه طبعا رجله في ثلج كده اول ما طلع من المباراه، هيتعمل له اشعه في هذه اللحظات ان شاء الله باذن الله ما تكونش الاصابه قويه ونطمن عليه. والحمد لله كل اللعيبه خرجت بسلام، ما فيش اي لعيبه عندها كدمات او كرامب، تطمنا بشكل عام على كل لعيبه النادي الاهلي. وباذن الله مستمر النادي الاهلي في تدريباته، النادي الاهلي هيتدرب غدا في تمام الساعه 5:30 على ملعب مختار التتش. الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله محتاجه تكاتف ومحتاجه حماس كبير جدا لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني وانكار الذات. يعني انكار الذات هو ده اللي احنا بنشوفه، اي لعيب بيجيب جون، اي لعيب بيحرز، اي لعيب بيودي لعيب ان هو يحرز اهداف، هي دي سمه وشعار النادي الاهلي. الكل بيخدم خدمه كيان النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ايمن. شكرا كريم.